لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني في مدخل أو حول مدخل في علم الأصول، وكنا قد انتهى حديثنا من تعريف علم الأصول وكما شرحناه في درسنا الماضي، واستكمالا لهذا المدخل نبدأ درسنا اليوم بمشيئة الله جل وعلا حول بداية نشأة هذا العلم. وعلم الأصول علم قديم قدم الفقه، إذ أن علم الفقه لا ينفك عن علم الأصول، فإن الفقيه لا يمكن له استنباط الحكم واستخراجه من النص إلا بوضع ضوابط وقواعد شرعية، وهي ما يعرف بعلم الأصول. فعلم الأصول علم مرتبط بعلم الفقه، فوجد معه، وإن كان علم الفقه قد تدون قبل علم الأصول. صحيح أن علم الفقه حدث تدوين له قبل علم الأصول، لكنهما لا ينفكان عن بعضهما كما أشرت، إذ أن علم الأصول ما هو إلا قواعد وضوابط للفقيه يستخرج بها الحكم الشرعي. ولكن بداية تدوين علم الأصول لا يدل على بداية النشأة، إذ أن نشأة علم الأصول قد تكون مستقرة في نفوس المجتهدين، ولكن التدوين لا يأتي إلا بعد استقرارها في عقول المجتهدين والعلماء. ولعلنا حينما نتأمل مثل هذه العلوم كلها، أعني علوم الآلة، فنجد مثلا علم النحو ما دون إلا في العصور المتأخرة، ولكن ليس هذا يعني أن علم النحو كان غير مستقر على ألسنة العرب، ولكننا كما نعلم كانوا يرفعون الفاعل وينصبون المفعول، كانوا على علم بلغتهم التي نزل بها كلام الله جل وعلا، ولكن تدوين هذا العلم ما تم إلا في الزمان المتأخر. فالتدوين ما هو إلا كاشف عن علم مستقر في النفوس. ولذلك علم النحو نعرف أنه ما وضعه إلا أبو الأسود الدؤلي، وذلك حينما لحن أحد العرب بلسانه عن القواعد المعروفة، وكان سر وضعه أن الرجل خرج عن المنظومة العربية التي نطقوا بها وعرفوا لغاتها. والشاهد أن علم الأصول علم كان مستقرا في نفوس الناس، ولكن تدوينه وإن تم متأخرا عن علم الفقه إلا أنه كان موجودا في عقول الناس وأمام المجتهدين. ولعل أول حادثة تشير إلى هذا العلم، وإن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أحد يحتاج إليه، نظرا إلى أن محل الفتوى في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن له مصدر إلا كتاب الله صلوات الله وسلامه عليه، وما سنه صلوات الله وسلامه عليه من قول أو فعل الأمة، فكان مصدر الفتوى الوحي ورسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته. ولكنه في زمنه أقر الاجتهاد، كما جاء في حديث أشرنا إليه في مطلع هذا المدخل، وهو حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. والحديث كما قال عنه ابن القيم رحمه الله: اشتهار الحديث يغني عن تخريجه،
إذ أنه صار حديثا مشهورا على ألسنة الفقهاء حينما قال له: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: برأيي ولا آله، أي ولا أقصر في الاجتهاد، لا أقصر في الاجتهاد. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن ضرب صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يرضي الله ورسوله، فأقره صلى الله عليه وسلم على الاجتهاد. ولم تكن الأمة في عهد النبي إلى حاجة إلى هذا العلم، إذ أن مصدرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي النازل. وجاء الصحابة وكانوا أعمق الدنيا كلها علما بالكتاب والسنة، فهم أعرف الخلق بالله وأبرها قلوبا وأعمقهم علما، فلم يكونوا في حاجة أيضا إلى وضع هذا العلم وإن كان مستقرا في نفوسهم. كان هذا العلم وإن لم يدون في حياة أصحاب النبي كان مستقرا في قلوبهم جميعا. ولعلنا نجد بعض القضايا والقواعد الأصولية التي وضعت في هذه الفترة، أعني بها فترة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه القواعد وإن كانوا لم ينصوا عليها إلا أنها قواعد أصولية. فمثلا نجد جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التزموا بالكتاب والسنة، وهذا هو علم الأصول. فإذا لم يجدوا أمرا من الأمور في كتاب الله جل وعلا لجأوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وظل الصحابة هكذا، فهم أفهم الناس لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والشواهد كثيرة. الصديق حينما تولى الخلافة جاءت الجدة سائلة إرثها، فقال لها: لا أجد لك في كتاب الله إرثا. فكان عليه رضي الله عنه يتأمل كلام ربي جل وعلا والمصدر الأول للتشريع، فقال: لا أجد لك في كتاب الله إرثا. حتى جاءه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيها السدس، فأعطاها الصديق رضي الله عنه السدس من التركة، فانتقل من الكتاب إلى السنة. وهكذا أصحاب رسول الله وفاروق الأمة عمر علم الاستئذان ولم يعلم أنه ثلاث، فتخاصم لأبي موسى حينما طرق بابه ثلاث مرات ثم رجع، فجاء أبو موسى بالبينة أن ذلك من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرهم أن يستأذن المرء ثلاثا، فإن لم يؤذن له فلينصرف. وعلم عمر رضي الله عنه بعد مرجعية الكتاب تفصيل السنة في كلام أبي موسى عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. واستقر هذا الأصل عند أصحاب رسول الله، فهم أعلم الناس بكتاب الله، إذ هم أعلى الناس سندا ومعرفة بالكتاب والسنة. والأمر الثاني أيضا ظهر في عهدهم الإجماع، فكما نعلم أن صديق الأمة رضي الله عنه كان إذا حدثت نازلة جمع لها رؤوس الصحابة واستشارهم فيها، وهذا هو ما يعرف بالإجماع، لأن الإجماع إجماع العلماء والفقهاء، فيجمع فقهاء الصحابة وعلماء الصحابة ورؤوس الصحابة، وكذلك كان يفعل عمر رضي الله عنه مثل هذا الصنيع. بل من القواعد المشهورة قاعدة طبقها كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قاعدة أن اللاحق ينسخ السابق، أن اللاحق ينسخ السابق. هذه القاعدة من قواعد الأصول، صحيح لم يدونوها ولكنها كانت مستقرة في أنفسهم. فنرى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو فقيه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما يسأل عن عدة المرأة التي مات عنها زوجها، فنراه يجيب بما يعرف في علم الأصول بالنسخ، فيقول رضي الله عنه: أن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها هي وضع
حملها، أخذ من قول الله جل وعلا وأولات الأحمال أن يضعن حملهن، ثم قال مبينا أن سورة الطلاق نزلت بعد سورة البقرة، فقال إن سورة النساء الصغرى يعني سورة الطلاق نزلت بعد سورة النساء الكبرى يعني البقرة، فكان الحكم الثاني ناسخا لقول الله جل وعلا والذين يذرون أزواجهم يتربصن، إلى أن قال يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فجاءت آية البقرة وضعت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر، وجاءت آية الطلاق تضع العدة في مسألة وضع الحمل، فما كان منه رضي الله عنه إلا أن أخذ بما يعرف بأن اللاحق ينسخ السابقة، وهذه قاعدة من القواعد المعروفة، بل جميعهم طبق قول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الماء لا يكون إلا من الماء، فقال الماء من الماء، إنما الماء من الماء، أي الاغتسال إنما يكون من نزول المني، لكن الصحابة علموا أن هذا الحديث جاء سابقا وجاء بعده لاحق، واللاحق أن المرأة إذا جلس بين شعبها الأربع والتقى الختانان وجب الغسل، فنسخوا بهذا الحكم الحكم الذي سبق لعل في قبلتهم ما هو أثبت من ذلك، فكانت هذه قاعدة من القواعد التي انتشرت بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أن النص اللاحق ينسخ النص السابق، أو ما يقال عندنا في علم الأصول بعلم الناسخ والمنسوخ، وهي قاعدة سيأتي بيانها بمشيئة الله جل وعلا عند دراسة الناسخ والمنسوخ. كذلك عندنا قاعدة المصالح المرسلة، طبقها علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما وضع تضمين الصناع. ما معنى تضمين الصناع؟ أي أن الصانع إذا أفسد شيئا كان ضامنا له، إذا أتلف شيئا كان ضامنا له، هو رجل هي حرفته وأنت ائتمنته على صنعته فأعطيته شيئا فأتلفه وجب عليه العوض. فعلي بن أبي طالب لما لم يجد إلا هذه المسألة أشار إليه رضي الله عنه لا يصلح المسلمين إلا هذا، أو لا يصلح الناس إلا هذا، فوضع ما يعرف بتضمين الصناع، وهو ما يعرف عندنا بالمصالح المرسلة. وكذلك في باب النظائر، باب النظائر علموها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أن النظائر والنظير يشابه النظير، هذا في باب القياس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق أمورا كثيرة بكتاب الله جل وعلا، إما أن تكون من باب القياس فتعلم ذلك من نبيه صلوات الله وسلامه عليه، فنرى مثلا الحبيب صلى الله عليه وسلم قاس في العلة حينما حرم صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، الحق جل وعلا حرم الجمع بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، والعلة قطع الأرحام، فجاء حبيبنا صلى الله عليه وسلم من باب إلحاق القياس فوضع هذه المسألة وبينها، أنه أيضا لا يحل للمرأة أن يجمع بين المرأة وعمتها، المرأة وعمتها، بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، كذلك أيضا لما في ذلك من قطع الأرحام. وظل علم المصطلح، علم أصول الفقه، ظل مدة طويلة عبارة عن قواعد متناثرة في الكتب حتى اتسعت الدولة الإسلامية، فلما اتسعت الدولة الإسلامية واختلط العرب بالعرب بالعجم وكثر الجدل وظهرت الفلسفات والمنطق وكثر الجدال بين الناس، بدأ هذا العلم يظهر، مع أنه كما أشرنا ظهور استخراج من صدور الناس، لأنه كان موجود، أي عبارة عن كشف عما كان مستترا في قلوب المجتهدين والعلماء، وكان أول من دون فيه الإمام الشافعي رحمه الله، ثم تلاه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وتوالت الكتب بعد ذلك إلى عهدنا هذا، وهناك ما يعرف بعلم الأصول المعاصر إلى غير ذلك من العلوم.
وهو من أعظم علوم الفقه، وهو من أعظم العلوم الآلات، إذ أنه قواعد يستطيع بها طالب العلم ويستطيع بها العالم أن يستخرج الحكم من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن موضوعات هذا العلم، موضوعات العلم تكاد تقوم على موضوع واحد. هذا الموضوع هو موضوع الحكم، يكاد علم الأصول يدور حول هذا الموضوع. لأنك لو نظرت إلى الحكم ستجد أمامك أصول: الأصل الأول الحكم، الأصل الثاني الحاكم وهو الله جل وعلا، والأصل الثالث المحكوم فيه والمحكوم عليه. المحكوم فيه أفعال العباد، والمحكوم عليه هم المكلفون. وهذا العلم كله بأبوابه يكاد يدور حول هذا الباب، إما أن يكون تابعا له، وإما أن يكون ملحقا بهذا الباب، لأنه يقوم على هذه الأصول التي أشرت إليها: الحكم والحاكم هو الله جل وعلا، والمحكوم فيه هو فعل العباد، والمحكوم عليه هو المكلفين. ومن هنا تجد أغلب الأصوليين يبدأون بالحكم، وأغلب كتب الأصول تجدها دائما تبدأ بالحكم، والمقصود به هو الحكم الشرعي، لأن الأحكام متعددة، هناك الحكم الوضعي والحكم العقلي، أحكام متعددة. ولكن ما نقصده حينما نتكلم عن الحكم، نتكلم عن الحكم الشرعي، وما دام هو أول باب لا بد أن نعيش معه ونتأمله، لأنه أصل الكتاب، هو أصل وهو ثمرة كتاب علم الأصول، أو هو ثمرة علم الأصول كله، فعلم الأصول كله يدور حول هذا الأمر كما أشرت. حينما نعرف الحكم هو من المنع، ومنه سمي الحاكم أو القاضي فلغة المنع. لكن في الاصطلاح، الاصطلاح هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الطلب أو التخيير أو الوضع. هذا هو تعريف الحكم. الحكم الشرعي هو خطاب الله جل وعلا المتعلق بأفعال المكلفين، إما اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. هذا هو الحكم. وأدقق على التعريف، لأن التعريف سيعطينا جميعا ما يتعلق بهذا الحكم. فحينما نقول كلمة خطاب في شرحنا للتعريف، كلمة خطاب هو الكلام المفهم للغير. حينما أخاطب زيدا أو عمرا، إنما أخاطبه بكلام يفهمه، فالكلام غير المفهوم لا يسمى خطابا، والإشارة لا تسمى خطابا، وكذلك الغمز لا يسمى خطابا، ولا اللمز يسمى خطابا، إنما هو كلام مفهوم يسمى خطاب. والخطاب هنا هو خطاب الله، لأن الحكم شرعي، فيقول خطاب الله جل وعلا. وخطاب الله جل وعلا إما أن يكون مباشرا، وإما أن يكون بواسطة. والخطاب المباشر هو أن الله جل وعلا خاطب كل مكلف بكلامه، هذا خطاب مباشر. ولعل رحمه الله ابن القيم لما قال في مطلع الفوائد: إذا أردت أن تنتفع بالقرآن الكريم فأحضر قلبك حضور من يخاطبه به، من تكلم به فإنه خطاب الله إليك. فالقرآن خطاب الله لنا جميعا، أعني المكلفين جميعا. ولذلك من الأخطاء التي نقع فيها أن الواعظ حينما يقول الناس اتقوا الظلم ويقرأ آيات الظلم وهو ظالم، يظن أن الخطاب للناس بحسب، بل هو له. ولذلك نقول خطاب الله،
وقلنا أول نوع من هذا الخطاب هو الخطاب المباشر، والخطاب المباشر بكلام الله جل وعلا وهو القرآن. افعل ولا تفعل، وهو ما يعرف بالأمر والنهي. وقد يكون هذا الخطاب، أعني به خطاب الله، قد يكون هذا الخطاب بواسطة كسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لأن رب قائل يقول أنكم عرفتم الخطاب على أنه خطاب الله جل وعلا للمكلفين، فأين خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تكليف؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بتكاليف لا توجد في كتاب الله جل وعلا، كما أشرنا حتى في مسألة الجمع بين المرء وخالتها والمرء وعمتها. فيقول إذا قلتم خطاب الله فأين خطاب رسول الله؟ نقول واحد، أن الله جل وعلا أوجب علينا اتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فصار خطاب محمد خطابا من الله، فقال جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، حتى لا يأتي واحد من الناس يقول يا أخي أنتم تقولون الخطاب هو حكم الله، فأين حكم نبيه؟ حكم نبيه صلى الله عليه وسلم هو حكم الله، لأن الله جل وعلا أول أمر أوجب علينا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته، كما قلنا في قول الله جل وعلا وآيات عديدة. ولذلك ذكرت هذه الآية لفصل الطاعة عن طاعة الله، لأن الله جل وعلا أحيانا يجمع بين طاعة الله ورسوله فيقول أطيعوا الله والرسول، وأحيانا يفصل بين طاعة الله وطاعة الرسول لأنها طاعة مستقلة، فقال جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فجعلها طاعة مستقلة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فحينما نقول حكم الله يدخل فيه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالواسطة، أي بواسطة لأن الله أوجب علينا اتباعه. والأمر الثاني أن ما قاله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في باب التكليف للأمة إنما جاء من باب الوحي، لقول الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأوجب الله علينا طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، والإجماع لا بد له من دليل من الكتاب والسنة، ودليله من الكتاب قول الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى إلى آخر الآيات، كما سيأتي في الإجماع بمشيئة الله جل وعلا، فله دليل من كتاب الله. والشاهد أن جميع الأدلة ومصادر التشريع بعد الكتاب إنما هي مظهرة للحكم، هي تظهر الحكم ولا تثبته، إذ أن الحكم ثابت من عند الله جل وعلا. فخطاب الله يدخل فيه خطاب نبيه صلى الله عليه وسلم، وجميع مصادر التشريع التي أشرنا إليها في هذا البيان القصير الذي أشرنا إليه. وقوله خطاب الله، لماذا؟ هذا قيد يخرج به كل خطاب سوى خطاب الله، كل خطاب سوى خطاب الله يخرج من هذا الخطاب، لأنه حكم شرعي، ولا شرع إلا من عند الله. لأننا قلنا أول قيد بقولنا خطاب الله، القيد الأول يخرج كل خطاب لغير الله، فلا تشريع إلا الذي شرعه الله جل وعلا بكتاب في كتابه أو سنة نبيه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذا قال جل في علا إن الحكم إلا لله، إذ لا حكم له في الشرع إلا الله جل وعلا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. فالحق جل وعلا في حكمه الشرعي حكم المسألة، ليس لأحد أن يحكم في قضية إلا أنها حكم من الله جل وعلا أو من رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلنا حكم الله أول قيد يخرجه، يخرج كل حكم سوى حكم رب البرية جل وعلا. حكم الله جل وعلا
المتعلق بأفعال المكلفين. هذا الحكم متعلق بالأفعال، والأفعال هي كالصلاة والصوم والزكاة وإلى آخره، أفعال المكلفين. وسيأتي التكليف سواء بشروطه، وهو أسلام وبلوغ وعقل وتمييز وقدرة واستطاعة وأهلية إلى آخره، وهي أهلية التكليف. المتعلق بأفعال المكلفين، هذا القيد أيضا يخرج عدة أمور. يخرج الخطاب المتعلق بذات الله جل وعلا. هناك خطاب في القرآن يتعلق بذات الله، كخطابه جل وعلا في تعريفه لخلقه بتوحيده، بجميع أنواع التوحيد، كما خاطب حبيبه صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لأن هذا متعلق بذات الله وبالتوحيد، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. هذا خطاب متعلق بذات الله، فكل ما كان متعلق بصفات الله جل وعلا وبالتوحيد يخرج من هذا الخطاب. الأمر الثاني المتعلق بأفعال المكلفين يخرج أفعال الله، فأفعال الله جل وعلا أشار إليها في الكتاب، كما قال جل وعلا: انظر لرسوله صلى الله عليه وسلم كيف فعلنا بهم، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وغير ذلك من أفعال الله جل وعلا. أو المتعلق أيضا بالخلق والإيجاد، كخلق الإنسان وخلق الكذا وخلق الجمادات وخلق السماوات وخلق الأرض، هذا القيد يخرج هذا كله، لأنه قال بأفعال المكلفين، إما اقتضاء وإما تخييرا وإما وضعا. وهذه إشارة إلى أقسام الحكم. فأقسام الحكم إما أن يكون حكما اقتضائيا أو تخييريا أو وضعيا. والعلماء وضعوا قسم التخيير تحت قسم التكليف، أي تحت الاقتضاء. الاقتضاء أي الطلب، كلمة اقتضاء يعني معناها أن الله يطلب منك إما أمرا وإما نهيا. فحينما وضع العلماء التخيير تحت التكليف صار عندي قسمين، يبقى الخطاب الحكم إما أن يكون تكليفي وإما أن يكون وضعي. الخطاب التكليفي أي الذي كلف الله به العبادة خمسة أقسام: إما أن الله جل وعلا أمرنا أمرا إلزاميا، وإما أنه نهانا نهيا إلزاميا، وإما أن الأمر لم يكن إلزاميا، وإما أن يكون النهي غير إلزامي، وإما أن يكون الأمر متروكا للاختيار. فتكون خمسة أقسام: إما أن يكون الأمر من الله جل وعلا أمرا إلزاميا، هذا يعرف بالواجب أو الفرض، عند من لا يفرق بين الواجب والفرض. فالواجب أو الفرض كما هو مشهور عند الفقهاء، الفرض هو ما طلبه الشارع طلبا جازما. ربنا جل وعلا طلب من العباد طلبا جازما، كقول الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأوامر الله جل وعلا وما جاء فيها بالمطالب الجازمة من رب البرية جل وعلا. فالحق طلبها طلبا جازما، هذا يسمى فرض أو يسمى واجب، طلبه الشارع منا طلبا جازما. لكنك حينما تنظر في علم الأصول تجد أحيانا تعريفات قد تشتبه على طالب العلم. أحيانا يجد طالب العلم مثلا كإمام رجل كإمام الحرمين يقال هو ما يثاب على
فعله ويعاقب على تركه، هذا تعريف بالأثر ليس تعريفا، إنما هو تعريف بالأثر. يعني إيش الأثر؟ أنا لو سألت أحدا من الشباب الجالسين مثلا، قلت ما تقول في حكم الصلاة أو تارك الصلاة؟ يقول تارك الصلاة مثلا يعتبر عاصي. نقول لي بقى ده أثر الحكم، ده أثر الحكم. فلما يجي يقول الواجب النهاردة ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، ترك الصلاة فعوقب عليها، نقول له أثر حكم. هذا أثر حكم وليس تعريف للوجوب، إنما الوجوب الشيء الواجب هو أن يطلب منك طلبا جازما، هذا هو الواجب. فلما نيجي نعرفه نجمع بقى بين الاثنين، ممكن نجمع التعريف بين الاثنين، تقول هو ما طلبه الشارع طلبا جازما ويثاب فاعله ويعاقب تاركه، ابقى عرفته بالحد المعروف عند الأصوليين، يعني عرفته وجمعت معه الأثر، يبقى جمعت بين الاثنين، بين الأثر، بين أثر هذا الواجب وبين إيش؟ وبين الأثر بتاعه وتعريفه، وجمعت بين الاثنين في التعريف، وكده بقى إيه عملته وخلصت من المسألة. هذا الواجب له أيضا تقسيم. احنا قلنا طالما الأمر عندي أمرا صريحا من الله جل وعلا وطلبا جازما، يبقى يسمى واجبا أو يسمى فرضا، وقلنا أن هذا الفرض له تقسيمات عند الأصوليين. التقسيم الأول عندي للواجب باعتبار ذاته، ينقسم إلى معين لا يقوم به واحد نيابة عنك، إنما هو أمر معين لك، كالصوم وكالصلاة، وغير معين. غير معين أي أن الله شرع شيئا لجماعة، إن قام به واحد منهم سقط عن الباقين، وهذا الغير معين كفروض الكفايات ودفن الموتى وغيره وغيره. باعتبار وقته ينقسم إلى قسمين، إلى موسع ومضيق. ما معنى موسع؟ دايما نقول لك عندنا أصلا فرائض موسعة، يعني إيه؟ يعني يتسع وقتها لأدائها وأكثر من أدائها. فمثلا الصلاة بين الظهر والعصر مسافة واسعة جدا، ده اسمه فرض موسع. ليش؟ بين الظهر والعصر مسافة كبيرة جدا، هذه المسافة تستطيع أن تؤدي فيها الفريضة وأكثر من الفريضة. بين العصر والمغرب مسافة طويلة جدا، تستطيع تؤدي فيها العصر وأكثر من أداء هذا اسمه الإيه؟ أما المضيق كرمضان، إذا لم تؤدي رمضان في وقته يسمى إيه؟ قضاء. هذا باعتبار الوقت. وكذلك أيضا له باعتبار فاعله، باعتبار الفاعل. الفاعل كما قلنا العيني والكفائي، العيني والكفائي. الحكم الثاني من الأحكام بعد الواجب قلنا إن كان الطلب غير جازم يسمى مندوب، هذا يسمى عند الفقهاء أو عند الأصوليين يسمى الحكم المندوب. ليش؟ ألا أن الشارع طلبه طلبا غير جازم، يعني الجازم يبقى واجب واللي غير جازم يعتبر في إيش؟ هو ده المندوب. له تسميات عند الفقهاء متعددة وعند الأصوليين أيضا، عنده متعددة أصلا عند الأصوليين، أحيانا يسموه المستحب ولا أكره. يبقى كأنك لما تيجي تعرف المندوب تقول ما أمر به الشارع أمرا غير لازم أو غير جازم. وفي الحالة دي بقى إيه؟ أثره إيه؟ يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، اللي هو إمام الحرمين عرفه به. فإمام الحرمين عرفه قال هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، إن تجمع بين الطرفين حتى يكون تعريفا وأثرا كما أشرنا. فنقول تعريفه أنه أي المندوب، ما هو المندوب؟ ما أمر به الشارع أمرا غير لازم أو غير جازم ويثاب على فعله ولا يعاقب عليه على تركه. كيف نعرفه؟ كيف نعرف المندوب؟ المندوب يعرف بالقرائن، هناك قرائن تدل على أنه غير لازم. هذا المندوب له قرائن يعرفها المرء وأنه غير لازم، هذه القرائن سنذكرها في آخر الدرس. لكن حتى
هناك ما هو أقرب إلى المندوب، ما يعرف بالمباح. المندوب قلنا طلب غير جازم، لكن المباح، المباح ما خير فيه العبد بين الفعل وبين الترك. يبقى المباح هو الأمر الذي خير فيه العباد بين الفعل وبين الترك. يبقى في الحالة دي تقول أثره إيه؟ أدم مخير، يبقى أثره يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. يبقى كأنه أثره، لأنه أثره إيه؟ لأنه أنت بالاثنين. طب كيف تعرفه؟ قال ده بقى يعرب بالنص من الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا المباح ربنا جل وعلا نص عليه، قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هذا أباحة الشريعة، فده عرف بالنص. كذلك أيضا يعرف برفع الحرج ورفع الجناح، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، يبقى أمر مباح. كذلك يعرف بشيء يسمى استصحاب البراءة، استصحاب البراءة. استصحاب البراءة دايما نسمع الكلمة كثيرا، هذه الكلمة تأتي في علم الأصول، ولكن احنا بنشير إشارات سريعة حتى يكون مفتاح للأبواب القادمة. إيه معنى دايما نسمع استصحاب البراءة؟ استصحاب البراءة وتمر علينا كثير في علم الإيه. قال عندما لا يوجد دليل الإيجاب ولا دليل الند ولا دليل الحظر أو الحرمة ولا دليل الكراهية، تكون الإباحة. للمسافة احنا قلنا دائما إذا فقد الدليل أعطى للمفتي مساحة واسعة، أخذ المفتي مساحة واسعة في مسألة الإباحة. فأنا عندي لا دليل على الحرمة ولا دليل على الكراهية ولا دليل على الوجوب ولا دليل على الند ولا دليل موجود عندي، في الحالة دي يبقى الحكم عندي يسمى إباحة، يسمى إباحة. المسألة الثالثة الرابعة هو هناك قرائن أيضا صارفة إلى الإباحة، في قرائن بتصرف إلى الإباحة. لما ربنا جل وعلا قل في سورة الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يبقى ده أمر الإباحة. لما ربنا جل وعلا يقول وإذا حللتم فاصطادوا، ده أمر الإباحة، فتح لك الباب. مش معناها أمرك إنك تروح بعد ما تروح تأدي فريضة الحج وتقول ربنا أمرني بالصيد أخذ بقى كده الرمح وأروح أصطاد، لا، ده أمر الإباحة، كان محرم عليك فأباحه الله جل وعلا، فده يسمى أمر للإيه؟ أمر الإباحة. يبقى عند أظن أن أطلنا، نتوقف عند المحظور مكتفين بهذا، سائلين الله جل وعلا أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. صلى اللهم على محمد.